حضرتك اسمك احمد سيف الاسلام المحامي، استاذ محمد ابو لوفا، محمد ابو لوفا المحامي، استاذ السلاب المحامي، حاضرين محامين على المتهمين. ورينا حضرتك اسماء المتهمين، حضرتك ممكن تقول لهم اسماء المتهمين؟ كريم عادل مفتاح، محمد محسن السيد محمد، سنهم بقى كل واحد وسنه بعد اذنك. محمد محسن السيد محمد ده 14 سنه، مصطفى محمد عبد الراضي 22 سنه، جباء ابراهيم محمد 23 سنه، صهيب محمد عبده 16 سنه، محمد السيد علي زايد 20 سنه، احمد خلف وده اكبرهم 30 سنه. دول الشباب حضرتك في خمسه تانيين غير دول، يبقى اجمالي 11. الخمسه اللي غير دول جايبين محامين هيحضروا معاهم ورافضين حضورنا معاهم. وجهه نظر حضرتك لسير القضيه؟ وجهه نظر او لسير التحقيق في القضيه الاول قبل التحقيق اساسا شك اساسا اساس القضيه اللي عملته الداخليه، انا شايف ان القضيه دي قضيه مفتعله. الهتافات في الجماهير في الالتراس، طب التهم اللي موجهه لهم ايه؟ شغب، اتلاف ممتلكات عامه، تعطيل حركة المرور وقطع الطرق العامة والتعدي على رجال شرطة وحرق عربيات شرطة. ايوه ماشي حضرتك كمل. وتلف ممتلكات خاصة. تمام. وجهة نظر حضرتك بقى لسير القضية والتحيات؟ أنا شايف إن القضية مفتعلة، والنيابة لو خدت سيرة القضية دي وسمعت لطلباتنا اللي إحنا هنطلبها والدفاعات والدفوع اللي إحنا هنقدمها يبقى لازم الناس دول يخرجوا. طلبات حضرتك اللي أنت هتطلبها من النيابة؟ الطلبات؟ الطلبات أولاً لا انتفاء حدوث الواقع، وإن دول مجني عليهم، يعني اللي حصل دول ضد العدلي وضد مبارك. الشرطة هنا تكون تعتدي عليهم، هل هي شرطة الشعب ولا شرطة العدل والمبارك؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المفروض الاعتداء يوجه لقائد الشرطة اللي هو مسؤول عن تأمين الاستاد أثناء الماتش، مش يتوجه ضد الناس عندهم 12 سنة و13 سنة. لازم لجنة تقصي حقوق من مجلس العسكري من مجلس الوزراء تشوف هل حصل اعتداء من الشباب اللي عنده 12 10 سنين دول على رجال الشرطة ولا حصل العكس؟ لان الموقف كده بالمنظر ده خطير، والعمليه مش محتاجه فلتان امني، وفي مطشه دوري وكاس، والمنظر هيأثر تاثير كبير. مش دكتور ان شاء الله النهارده انا فيما يتعلق بي انا هطلب اللواء حسن السهاجي نائب مدير امن حلوان، لان اللواء حسن السهاجي ده كان عمل في 2009 قضيه ملفقه للارتس بتوع الاهلي في ماتش الاتحاد، الاهلي والاتحاد كرة السلة، وتحولوا لنيابة القصر العيني وخدوا 15 يوم وخرجوا بعد 7 أيام بقرار من النائب العام لعدم جدية الاتهام. وبعدين يمكن هنا واعتقد ان حسن بيه واخد الموضوع بشكل شخصي زي ما الداخلية واخد الموضوع واخد كل عايزك شايف ان هو اطار شخصي يعني؟ بشكل شخصي طبعا، خصوصا من اللي حصل من الارتس خلال ال 18 يوم اللي اتنحى فيهم مباراة. نضيف على كلام الاستاذ، الصوره هنا بتوضح هل الجماهير هنا نزلت ارض الملعب ولا رجال الشرطه طلعوا يعتدوا على الشباب والاطفال في المدرجات؟ الصوره واضحه، الاعتداء من جانب الشرطه. الكلام ده خطير ولازم زي ما قلت تعمل فيه لجنه تقصي حقوق. دي جريده اسف المحامي، اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بمناسبه وجود الالتراس هنا كلمه للناس اللي محبوسين، وفي ناس بتقول انهم محبوسين ظلم، وفي ناس بتقول لا الشرطه عندها حق. راي حضرتك في الموضوع؟ والله دلوقتي بالنسبه للكلام اللي بيقولوه دفاعهم كلام يعتبر خطير، ان هم دلوقتي اتهامهم ان هم يعني صدرت منهم هاتفات معاديه للنظام للرئيس مبارك والرئيس العدلي، بناء عليه الشرطه قامت بالتدخل وطردهم في نهايه الماتش واعتداء عليهم. طبعا لو الكلام ده صحيح هيبقى مشكله، المفروض الشرطه انها الحياد في التوقيت ده، ان موقفها قبل 25 غير بعد 25. عموما هم دلوقتي ال 12 فرد هيتقالوا النهارده على نيابه مدينه نصر، ومن المنتظر على ضوء الاحداث دوت انها تخلي سبيله. ولكن هل اللي بيقولوه سمعنا بعد الاخبار ان هم هيجددوا استمرار حبسهم 15 لا 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 ما افتكر في ضغط دلوقتي. وبعدين الاتهامين ان هم بيصدروا هتافات منهم ضد مبارك والعدلي، هنا الشرطه مدانه، المفروض في لجنه التحقيق بالمجلس العسكري اللي تقص حقائق، هل تم القبض عليهم عشان بيهتفوا ضد مبارك والعدلي؟ الموضوع ده لازم يتحسن، يعني اذا كان حصل يبقى لا زالت الشرطه على عهدها، والموضوع ده هيسيب بعد كده مشاكل بعد كده.
نتمنى يصدر القرار النهارده باخلاء سبيل ان الطلبه دول هم 12 طالب، وفي نفس الوقت نازل في لجنه تقصي حقائق كلامهم صحيح، يحصل تحقيق مع الضابط المسؤول من رجال الشرطه اللي كان مكلف بالتحقيق. مدير امن القاهره والله ما هي يبدا الاول مع المسؤول عن الشرطه اللي هو مسؤول عن تامين الاستاد، لو ثبت ان جات له اوامر يبقى مدير امن القاهره، لكن اذا كان هو بيدافع منه شخصي لازم الموضوع ده ليه حل، انه هيعمل مشاكل فيما بعد. شكرا.